مشكلة كبيرة بتواجه أطفالنا هي الأنيميا أو فقر الدم، ويمكن دي من المشكلات الشائعة في مصر والشرق الأوسط والدول العربية نتيجة الأكل الغير متوازن اللي أطفالنا بيأكلون. في حاجات مهمة جدا لعلاج الأنيميا نقول للأم إن هي تحطها في الغذاء اليومي. أولا بنقول لها الصبحية لما الطفل قبل ما ينزل المدرسة تديله معلقة عسل أسود، ونحط عليها عنصر اللي هو السمسم اللي هو الطحينة، أو معلقتين سمسم. يعني إحنا بنديله معلقتين كبار عسل أسود وبندوب فيها معلقة واحدة من الطحينة أو من السمسم، ولو حطينا كمان عليها نقطتين ليمون بنزود جدا امتصاص الحديد، لأن معروف إن الفيتامين سي بيزود امتصاص الحديد. في حاجات تانية الأم برضو تركز عليها في الأكل بتاع الطفل، اللحمة الحمراء والكبدة من الحاجات الحلوة قوي اللي بتعالج الأنيميا. البتنجان وجبة مصرية سهلة وأسعارها حلوة جدا، لو عملنا له بتنجان في الساندويتش بتاعه أو لما يرجع من المدرسة في الغداء برضو حلو قوي لعلاج الأنيميا. كل حاجة بنفتحها بنلاقي لونها بيتحول للون الغامق، يبقى نعرف ان فيها حديد علشان نسهلها على نفسنا. يعني الموز فيه حديد، اي حاجة بتتأكسد مع الهواء يبقى فيه حديد، التفاح فيه حديد، الجوافة فيها حديد، الكمثرى فيها حديد، كل كمان ما هو لونه احمر داكن زي البنجر زي الرمان، الحاجات دي برضو فيها حديد عالي جدا جدا. مهم الورقيات الخضراء الغامقة زي السبانخ زي الملوخية زي الجرجير زي البروكلي، كل دي برضو أنواع من الخضروات اللي فيها حديد. طيب أطفالنا ممكن ما يكونش بيحبوا السبانخ يبقى بيحبوش الجرجير، طب نعمل إيه؟ في حاجة برضو الناس ممكن تكون تغفلها فيها حديد وهي المكسرات. لو هو بيحب فول السوداني، عين الجمل، اللوز، الكاجو، كل أنواع المكسرات فيها حديد. ممكن نديله في المدرسة ساندويتش بينات باتر أو زبدة فول السوداني، دي فيها حديد. فلازم كل أكل أطفالنا على مدار اليوم يبقى فيه عناصر فيها حديد. ومهم قوي إن بعد ما نديله حاجة فيها حديد، كوباية عصير البرتقال أو عصير الليمون أو عصير الفراولة، أي حاجة فيها فيتامين سي عالي، او ممكن حتى نجيب الفيتامين سي اللي بيتجاب من الصيدليه نقط فيتامين سي ونحطها له على الميه بعد اي وجبه فيها حديد، بتساعد جدا على امتصاص الحديد في الدم.